نمتها في التليفون. قلت لها ايه وقالت لك ايه؟ قالت لي يا عماد انا رفضت دي ادخلها ومش هنكمل مع بعض وما سمتنيش انها اتجوزت وبعت الارض، انا عندي مزرعه، بعت الارض وبعت الشقه وما تعملش حاجه عندي، يعني اخبط دماغك في الحيط. فانا اقول سبرايز يعني. ولادك؟ ولادي يعني زي ما قلت لحضرتك، انا كنت انا يعني كانوا معاها هي بتوديهم المدرسه وتجيبهم وترضعهم وتكبرهم وبتاع، فريليتنج بيها اكتر. الا الطفل الصغير ده اكتر واحد ليه شيء يعني. اسميهم ايه؟ كريم وخالد وعادل. ثلاث صبيان ما شاء الله. ثلاث صبيان فقط الحمد لله. بتحبهم؟ اكيد جدا طبعا، دي قابي مني يعني، ما بفهمش حاجه منها، من صفاتها ما فيش. بس هم كلهم شكلك؟ بس حنيه الام اكيد طبعا، هي بتعمل لهم الاكل وتاكلهم وتوصلهم ضوافرهم، كل شيء من غيرها دي لوزنج. انا شخصيا ما كنتش بعرف اعمل حاجه يعني، اي نيد حد سبورت من تومي يعني، هي او كذا. كلمتهم في التليفون؟ انا بشوف عمال، فاضطريت بقى قابلت محامي فاخدت حكم رؤي ان انا اشوف اولادي، قالوا لي اشوف اصغر واحد بس لان هو اقل من 18، انما الكبار واحد فيهم. عمرهم كام؟ بقول لك عندي واحد عنده 11، واحد 17، واحد 18. صغير خالص، بس اخوك كبير بقى يجي يعني. وصلت بيا المرحله ان انا اقعد في المقابر، قعدت في مقابر حوش زي فيلا كده يعني، في غرف وبتاع. عارفاها عارفاها. قعدت هناك فتره يعني، انا من حسين وبعد حسين في مقابر الغفير، كنا بنلعب كوره زمان هناك، فانا عارف المنطقه دي وبتاع، وكل ليا اصحاب هناك. فرحت انا اتعرفت عارف واحد من هناك، فاداني حوش فيه كهرباء وفي ميه وكل شيء، وعشت وما بخافش يعني الموت. فانا كنت بتعب، كان مجهودي، كنت مثلا بقبض 1000 درهم كنت بدفع 500 اخد كورس في الجامعه الامريكيه هناك يعني، عشان اقوي لغتي واتحسن وابقى احسن وبتاع. بس لما بعد بوزيشن او على وظيفه كنت شويه بعيد عن ربنا، شويه ما بحمدش ربنا او بدعي او كده يعني، يعني عايش حياتي يعني، ما كنتش بعربد ولا بتعب، دليل ان انا خدت ارض وخدت شقتين وبتاع والحاجات دي، لكن ما كنت بعيد شويه عن ربنا. فما قعدت في المقابر شويه، حسيت ان ده عقاب يعني، حتى لو اي حاجه بتحصل للانسان ده ابتلاء بيجي له نتيجه ذنب عمله في حياته، وربنا بيرفعه درجات او كذا. توصل اللي انت تبقى عايش في الشارع ولادك سايبينك؟ ولادي هم عايزين مني فلوس دلوقتي، اما بروح بقابل ابني في النادي بيطلب ايس كريم مثلا ب 20 جنيه، ما معيش 28 جنيه تخيلي. اخر مره شفته امتى؟ كل جمعه بشوفه، كل جمعه افري فرايداي. عارف انك قاعد هنا؟ لا ما حدش يعرف لسه، بس بعت له رساله امبارح. انا اصبحت غير قادر ان انا اجيب فطار او بتاع يعني. اقرب حد ليك هنا؟ والله كل عملت اصحاب واصدقاء وكده؟ والله كل النزلاء يعني بصراحه. وبعدين الحالات اللي بشوفها انا بحمد ربنا اللي فيها يعني. اصعب وقت فات عليك امتى؟ اصعب وقت فات عليا هو في خلال الشهر اللي فات ده، كنت في محل فلافل في الحسين طعميه، وانا بعشق الفلافل ومنطقتي، وانا كنت حاجاتي بالنسبه لي يعني بينص يعني، اقل من ثمن سيجاره، وما معيش ثمن ان انا اشتري سندوتش فلافل. فرحت للمعلم قلت له انا عايز سندوتش بس معيش فلوس، فعمل لي سندوتشين، قال له هات له طلب كامل يعني، فول وفلافل وسلطه وبتاع، فانا باكل وانا خجلان من نفسي تخيلي. الحمد لله جيت هنا عند باشمهندس محمود وحيد مؤسسة معانا دي، وقفوا معايا. فدلوقتي انا عندي السي في بتاعتي قوية. اللي كلمته قلت له انا عايز اجي لكم؟ قلت له ايه؟ قلت له ان الحالة بتاعتي اللي انا كنت فيها كده، وبقيت على زيرو دلوقتي، مش قادر ارفع رجليا. طب انت قلت لاولادك ممكن نعيش كلنا مع بعض؟ لا لا، هم اوريدي قاعدين هناك لوحدهم مظلوم، فعشان كده حتى ولادي بيقولوا لي خلاص انساها بابا، خلاص هي خلاص خدت قرارها كده ومصيرها، واحنا لان معاهم يعني خدوا شقه، قولي لي مثلا اي شقه مثلا في الامريه ولا بتاع بربع مليون مثلا، فعندها حوالي 2 مليون تحطهم في البنك يطلعوا لها كام كل شهر؟ اي دونو يعني 2 مليون جنيه في الشهر، في الشهر يطلع مبلغ قوي، والفلوس موجوده. تكلمها تقول لها اديني فلوس؟ لا هم اللي عايزين، هي رفع عليها قضيه نفقه وانا ما بشتغلش اصلا. وبعدين عملت بعد ما خدوا كل الفلوس عايزه كمان نفقه. هي الولاد ما لهمش ذنب، الولاد يعني منتقين يعني.